مرحبا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة وأحداث النهار ومتابعة لأبرز التطورات على مدى ساعتين. طبيعة الحال لدينا عدد من الملفات اليوم بين الملفات السياسية والملفات الاقتصادية والتي ربما تسيطر على أكثر من خبر في متابعة اليوم، إضافة لأخبار البرلمان وساعة كاملة نخصصها لما بعد اختيار دونالد ترامب رئيسا جديدا للولايات المتحدة الأمريكية، خاصة مع ما يمكن أن نطلق عليه التفاصيل التي تتوالى لترسم بدايات هذا المشهد. يعني ربما منذ ساعات ليست بالقليلة بدأت مظاهرات في عدد من الولايات والمدن الأمريكية تحمل هذا العنوان: ليس رئيسي، في إشارة لرفض انتخاب دونالد ترامب كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية. في بعض هذه المدن والولايات كانت هناك أعمال شغب وكانت هناك سيطرة أو تدخل للشرطة في هذا الشأن. ربما لم تتطور الأمور لما هو أكثر من هذا، ولكن ربما يؤشر هذا على ما تحدثنا عنه بالأمس من إشارات بدأت حتى أثناء الحملة الانتخابية للمرشحين لبعض المحللين السياسيين. قالت وقتها إنه أيا من كان الفائز في هذه الانتخابات فإنه سيرث أمة أو دولة مقسمة. صحيح أن هذه المظاهرات لن تغير من الأمر شيئا، وأن دونالد ترامب أصبح رسميا هو الرئيس المنتخب 45 للولايات المتحدة الأمريكية، ولكن إلى أي مدى يمكن أن تكون هذه المظاهرات إما في إطار الديمقراطية وحرية التعبير عن الرأي أو بداية لتوالي نقاط كثيرة لا ترفض فقط هذا النموذج الذي ربما في رؤية البعض لا يفتقر بل يفتقر لخبرة سياسية، في رؤية آخرين هو يمثل الرأسمالية المتوحشة، ولكن من زاوية أخرى يرى البعض أن هذا النموذج يهدم القيم التي قامت عليها بالأساس الولايات المتحدة الأمريكية، حتى وإن استهل حديثه بوعد أنه سيكون رئيسا للجميع. خطاب دونالد ترامب أثناء حملته الانتخابية على مدى فترة ليست بالقليلة كان يحمل مؤشرات على هدم هذه المبادئ التي تحمل العنوان الأكبر، الحلم الأمريكي الذي يضم أيا من كان، سواء من حيث الجنسية، من حيث الأصل، من حيث الديانة، الجميع يستطيع أن يأتي لهذه الدولة يعمل ويترقى ويحصل على ما يريد إذا ما دخل في هذه المنظومة، سواء وفق الدستور الأمريكي أو وفق معطيات الحياة في الولايات المتحدة الأمريكية. إلى أي مدى هذا القلق في بعض الولايات وبعض المدن بطبيعة الحال يمكن أن يتوازى مع قلق دعونا نقول أوروبي تحديدا، يعني تم الحديث أيضا عنه خلال الساعات الماضية، ومطالبة الأوروبيين لترامب بعقد قمة أوروبية أمريكية في بروكسل في أقرب وقت ممكن لوضع النقاط فوق الحروف في أكثر من ملف. ربما حديث الرئيس الفرنسي تحديدا في تهنئته إنجاز التعبير لدونالد ترامب بنتائج الانتخابات كان يحمل الكثير من هذا القلق والكثير من عدم الرضا عن ما يمكن أن تؤشر عليه سياسة واشنطن تحت قيادة دونالد ترامب. هذا سيكون الملف الرئيسي الذي سنتحدث عنه في ساعتنا الثانية. الآن وكالعادة نبدأ بأبرز الأخبار والتي نبدأها من مطار القاهرة الدولي. ظهر اليوم وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات في زيارة لمصر لبحث سبل التعاون المشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي. طبيعة الحال كان الرئيس السيسي في استقبال ولي عهد أبو ظبي فور وصوله القاهرة في الصالة الرئيسية بالمطار. بعد ذلك عدد من الأخبار الاقتصادية تساهم في رسم أكثر من زاوية في هذا المشهد، سواء من حيث التعامل مع ملف الدولار وتقييم لما استطاعت الإجراءات الأخيرة أن
تؤثر به في هذا السوق، أو حتى من حيث إجراءات الرقابة في هذا الشأن ومسألة حماية المستهلك والطبقات التي لا نريد أن تتأثر من هذه الإجراءات الاقتصادية سواء الحالية أو حتى القادمة. صباح اليوم كان هناك بيان صحفي من البنك المركزي قال فيه إنه أبرم اتفاق تمويل تبلغ قيمته ملياري دولار من بنوك دولية. البيان قال إن البنك المركزي المصري قام بإبرام اتفاق تمويل مع مجموعة من البنوك الدولية بقيمة ملياري دولار، وذلك لمدة عام واحد. التمويل سيتم من خلال عملية بيع وإعادة شراء عن طريق بيع سندات دولية دولارية قامت وزارة المالية المصرية بطرحها مؤخرا في بورصة أيرلندا، وذلك بأجل استحقاق ديسمبر 2017 ونوفمبر 2024 ونوفمبر 2028. بالنسبة لمتابعة الدولار وقيمته في الأسواق المصرية، واصل الدولار تراجعه أمام الجنيه في البنوك خلال بداية تعاملات اليوم بعد موجة الارتفاعات الكبيرة التي حدثت منذ تحرير سعر صرف الخميس الماضي. هبط سعر الدولار لأكثر من 45 قرشا مقارنة بسعر إغلاق التعاملات بالأمس بعدما سجل 16.95 جنيه للشراء و 17.25 جنيه للبيع. لتفاصيل أكثر وشرح أدق ربما لتفسير هذه الأخبار الاقتصادية ينضم إلي عبر الهاتف الأستاذ عبد اللطيف وهبة الخبير الاقتصادي. أبدأ ببيان البنك المركزي أستاذ عبد اللطيف، يعني ما الذي يعنيه هذا الاتفاق بتمويل بملياري دولار مع بنوك دولية، ماذا يعني وما هي التفاصيل التي نفهمها منه؟ هو يعني أن مصر يعني في إطار الالتزامات اللي خطعتها على نفسها فيما يتعلق بتدبير يعني ما يقرب أو أكثر 6 مليارات دولار، كل الجهات الحكومية المصرية بتسعى في هذا الاتجاه. يمكن حضرتك عارفة ان احنا خدنا ودائع من بعض الدول، ده في وقت ايضا بنطرح فيه سندات، كل ده بتبين لصندوق النقد الدولي. طبعا السندات امر مهم جدا على اعتبار انك يعني ايه، اول حاجه حررتي او عومتي الجنيه وحررتي اسعار الصرف، ثانيا قمت بالعديد من اجراءات الاصلاح المالي والاقتصادي، كل ده في اطار اللي هو الالتزام المصري بتدبير 6 مليارات دولار قبل اخراج صندوق النقد اللي هو القرض اللي هو 12 مليار دولار. يمكن حضرتك احنا عندنا اجتماع تقريبا غدا الجمعه بالنسبه لصندوق النقد لاقرار الحزمه التمويليه. طبعا احنا عندنا اصلا تقديرات مبدئيه للفجوه التمويليه اللي موجوده في مصر على مدار الثلاث سنوات القادمه. انت المفروض بتدبري كل سنه تقريبا ما يقرب من 10 مليار دولار لسد الفجوه التمويليه. طيب ما هو دور الاصلاحات الاقتصاديه في سد هذه الفجوه؟ لما بيكون عندك اصلاح مالي واقتصادي، الصندوق بيعتمد هذا البرنامج، بيدي رساله لجميع مؤسسات التمويل الدوليه وحتى الدول الاجنبيه ان مصر عندها برنامج اصلاحي وتحرير سعر الصرف. لان كان المشكله عندنا بالنسبه لسعر الصرف، يمكن حضرتك تتذكري ان في وقت من الاوقات مثلا الجنيه الرسمي لدى الحكومه او لدى البنوك الحكوميه او البنوك كلها في مصر كان حوالي 9 جنيه تقريبا، يعني في حين انه كان في الخارج او في السوق الموازيه كان بيتسع اتساع رهيب. يمكن في فتره من الفترات وصلنا مثلا. طيب استاذ عبد اللطيف عفوا، بس يعني قبل ان نسترسل في هذا اعود مره اخرى لهذا الاتفاق، ويعني اتمنى تبسيط تفاصيله بالنسبه للمشاهد العادي. يعني العنوان الابرز يتحدث عن اتفاق تمويلي مع عدد من البنوك، التفاصيل تتحدث عن بيع لسندات دولارية وإعادة شرائها، ما هي الميزة التي تحدث عند مسألة بيع وإعادة شراء
ما الذي تغيره في مسألة الملكية أو القيمة؟ يعني هذه التفاصيل توضحها للمشاهد. يعني هو المفروض عملية البيع وإعادة الشراء إن يعني أنت بتبيعي سندات في الأسواق العالمية، ثم يقوم البنك المركزي بإعادة الشراء بتمويل. طبعا كل واحد له عمولة في الحالتين الاثنين، لكن في النهاية بيبقى البنك المركزي هو الضامن. البنك المركزي هو اللي بيضمن لك هذا التمويل انه موجود، وبالتالي ده في إطار الالتزامات اللي مصر حطها على نفسها علشان اجتماع خدم. يعني الاستفادة التي تحصل عليها مصر هي فارق السعر ما بين القيمة في هذه اللحظة قبل البيع، نعم، والقيمة المضافة بعد إعادة الشراء. ده بالإضافة إلى أنك لو حضرتك شفتي يمكن طرح السندات هذه المرة بيختلف عن الطرح الأولاني. شوفي احنا هنا بنتكلم عن أسعار فايدة بتصل إلى حوالي مثلا 4.6 أو 4.5 في اللي هو العائد السنوي بتاعها، وأكتر من كده لما الفترة بتطول بحوالي 6.75. احنا طرحنا في المرة الأولانية كانت الفايدة عالية جدا. ليه؟ لأن لم يكن لديك برنامج للإصلاح المالي والاقتصادي، لم يكن لديك اتفاق مع مؤسسات تمويل دولية. هي المرة السابقة متى كانت تحديدا؟ المرة السابقة كانت في شهر أعتقد مايو 2015، طرحنا 1.5 مليار دولار. احنا بدأنا يعني تقريبا يعني عام ونصف تقريبا، عام ونصف تقريبا. وبالتالي في هذه الحالة بترتفع لك أسعار الفايدة. أسعار الفايدة بترتفع ليه؟ لأن بيبقى كان في وقت في ضبابية في المشهد الاقتصادي، بالإضافة إلى مخاطر، يعني مخاطر في حالة الاستثمار في السندات المصرية. هو كان وقتها الفائدة كان نسبتها دي أستاذ عبد الله؟ يعني كانت بادئة تقريبا بحوالي يعني تقريبا ما يقرب من 5%، لكن هي زادت نتيجة اللي هي التغيرات في العالم. فدي حاجة. الحاجة الثانية، احنا عندنا دلوقتي بالنسبة مثلا لأسعار الدولار، انا شايف حضرتك ذكرتيها في التقرير، أسعار الدولار مثلا في الأسواق الموجودة حاليا في جميع البنوك دلوقتي هناك انخفاض من الأمس للنهاردة جنيه تقريبا او ما يقرب او يعني ما يقرب من جنيه. اذا ده برضو في قضية تانية لازم نعرفها كثيرا، ان الناس فكرة ان كان تعويم الجنيه وتحرير اسعار الصرف ان الدولار برضو هيواصل الصعود. ده غير صحيح على فكرة، لان البنوك لديها حرية الان في التعامل مع من يملك الدولار، مع كنيز الدولار اللي هم المواطنين العاديين، ولذلك تلاقي نسبة التحويلات عالية جدا. المواطنين بيروحوا يبيعوا الدولار للبنوك، ده بخلاف الشهادات اللي احنا اصدرناها او رفع اسعار الفايدة. إذن المعادلة بتتغير. احنا كنا بنقول طيب ان الدولار أستاذ عبد اللطيف اسمح لي أن تبقى معنا بما أننا نتحدث عن هذا التقييم لمسألة الدولار عبر هذه الأيام القليلة الماضية. ينضم إلينا عبر الهاتف الآن الأستاذ هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي. صباح الخير يا فندم. صباح النور، ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك. تدقيقا بس مرة أخرى نتحدث عن هذا الانخفاض في سعر الدولار، ما هو السعر اليوم وتقييمك لهذه العملية خلال يعني تقريبا أسبوع أو ما يزيد بعد مسألة تحرير سعر الصرف؟ طبعا احنا متفقين ان اول ما حصل تغيير الآلية لتسعير العملة الأجنبية في مصر لازم هيحصل تذبذب في هذا السعر لمرحلة مؤقتة. وبالفعل زاد السعر تدريجيا، لان كان في ناس عمليات تجارية كانت موجودة في البنوك، وفي بعض البنوك اعلنت ان هم انتهوا من قائمة المعلقات اللي كانت موجودة عندهم وبضاعة طلعت من الجمارك، وفي بنوك تانية شغالة تدريجيا عليها، فكان التذبذب ده شيء طبيعي جدا. خلال الفترة دي لما السعر زاد في الجهاز المصرفي اتحولت الموارد الدولارية اللي كانت بتطلع بره الجهاز المصرفي لقت طريقها الى البنوك، وده كان حاجة ايجابية جدا. من خلال هذه الحصائل اليومية قدرنا ندبر احتياجات المستوردين ونشغل المصانع والسلع الاساسية والحاجات دي كلها. وانا اقدر اتكلم على البنك الاهلي ان احنا قدرنا خلال الفترة من يوم الحد اللي فات لحد النهاردة دبرنا ما يزيد عن 220 مليون دولار لعملائنا لتمويل عمليات استيرادية.
الحقيقة ده كان ده في رد على التساؤل اللي صدر فور الإعلان عن هذه الإجراءات، إنه مدى نجاحها مرتبط بقدرة البنوك بالفعل على توفير الدولار حتى لا يتم بالضبط. الاتجاه مرة نعمله أخرى للسوق الموازي. إن احنا دخلنا السوق واشترينا من العملاء. اللي حصل خلال الثلاث أيام اللي فاتوا حصل طبعا انخفاض تدريجي نتيجة اعتبارات كثيرة جدا، نتيجة إن العملاء لقوا طريقهم الى الجهاز المصرفي ولقوا سعر عادل بيعبر عن الطلب بتاعهم، زائد ان السعر اللي موجود ده سعر مغالى فيه بكل الدراسات والتقييمات الاقتصاديه، هذا السعر مغالى فيه. فلما حصل النشر لكريستين لاجارد ان القرض بتاع البنك صندوق النقد الدولي هيتم عرضه ان شاء الله الموافقه عليه يوم الجمعه بكره، ده برضو كان مؤشر ايجابي ان في حصائل اضافيه. النهارده المتغير اللي نزل السعر الى 1650 1690 كان اعلان البنك المركزي نجاحه في الوصول الى حزمه تمويليه، وافتكر برضو كان اعلن عليها السيد وزير الماليه اللي هي في حدود 2 مليار دولار اخرى تضخ الى الاحتياطي. كل ده بيدعم من القدره الماليه للاحتياطي والبنك المركزي، وفي نفس الوقت بيدعم من القدره بتاعه الاقتصاد. فكل هذه المتغيرات بتصب ايجابيا في انعكاس على القيمه العادله للجنيه المصري اللي هي طبعا افضل من السعر الموجود حاليا. طيب هنا عايزه اتوقف عند نقطتين استاذ هشام. النقطه الاولى انه اعيد واكرر المبلغ او الرقم اللي حضرتك ذكرته اللي تم توفيره خلال الايام القليله الماضيه، 220 مليون دولار بالضبط تم توجيههم للاحتياجات للمصانع وسلع اساسيه وبعض الاعتمادات الصغيره او العمليات التمويليه الصغيره. كل دي تمت لتنشيط الاقتصاد. الملاحظة المتكررة من الجميع هي فكرة البعض كانت مفاجأة بالنسبة له، البعض كانت منطقية لأنها تترجم ما كان خلال الفترة السابقة، هي هذا الكم من الدولارات المتواجدة في الدولة المصرية ولدى المواطنين المصريين واللي تم توجيهها للسوق الرسمي. حضرتك بتشارك يعني حضرتك دي نقطة كويسة جدا، لأن حقيقة الأمر احنا كنا دايما بنقول مصر ما فيهاش مشكلة عملة، العملة موجودة. ولكن للاسف المضاربين ومروجي الاشاعات واللي بيحاولوا يعني يحصل خلخله في الاقتصاد او عدم مسيره السوق سوق الصرف في المسار الصحيح كانوا بيزايدوا بدون لازمه. واللي حصل كان السعر طبعا كان مربوط على مبلغ معين، وده كان له تاثيره في ان الحاجات المستورده كان سعرها ارخص، فده كان بيزود الشراء وبيزود كمان الاستيراد. ان احنا وصلنا لمرحله يعني في الاستيراد كانت عشوائية، ما كانش ينفع نستمر بهذا الشكل ان احنا ندعم المصنع والمزارع والمنتج الخارجي، احنا لازم نساعد المنتج المحلي. وبالتالي لما تظهر الاسعار بالسعر الحقيقي يبقى ساعتها هيقل الطلب على المستورد، يقل الاستيراد، ويقدر يبقى في فرصة ان احنا نزود الانتاج في مصر، الفرص المشاريع الصغيرة، المصانع القائمة، كل ده هيزود الانتاج، يزود الناتج القومي بتاع مصر ويحسن من الاقتصاد وفقا للمقومات الحقيقيه. هو المبلغ اللي حضرتك ذكرته ال 220 مليون دولار ده مرتبط بالبنك الاهلي ام ب لا ده تدبيرات البنك الاهلي فقط لعملائه من العمليات الاستيراديه، وطبعا ده من حصايل التنازلات اللي بتتم من عملائنا. التعليق الثاني استاذ هشام مرتبط بفكره السعر العادل او غير العادل اللي حضرتك ذكرته، ونقطه ربما تحتاج من المشاهد العادي لشيء من الايضاح. قرارات البنك المركزي كانت ترتبط بسعر استرشادي 13 جنيها بلس او ماينس 10%. السعر اللي بنتحدث عنه حتى من الساعة الأولى الحقيقة من بعد هذا القرار بالتتالي وصل ل 16 وكسر. فكرة السعر العادل يعني هل هناك قيمة مضافة أو مكسب من أني أعلم كبنك أو كدولة أنه هذا السعر اللي أشتري به الدولار من المواطن هو أعلى من سعره العادل ربما بثلاثة جنيهات ومع ذلك أشتريه؟ لأنه البعض بيسأل طب ما إحنا الفرق كده ايه في سعر الدولار، يعني مش في فكره الفارق ما بين السوق الرسمي والسوق الموازي، دي مفهومه بطبيعه الحال. هو سعر ال 13 اللي كان ابتدى بيه ده كان مجرد سعر استرشادي عشان بدايه الاليه، عشان الاليه اليه تحرير سعر الصرف تبدا، ده كان مجرد سعر مبدئي. وزي ما قلنا في بدايه تغيير اي اليه التعامل على سعر صرف بيحصل تذبذبات شديده جدا. فهذه التذبذبات في المرحله الاولى صعدت بالسعر، وبالعكس دي صعدت حتى في بعض البنوك الى 18 ربع. ولكن لما حضرتك تيجي تبص ايه اللي بيحصل خلال الفتره اللي فاتت الثلاث ايام اللي فاتوا، اصبح السعر بينخفض، اصبح التباين ما بين البنوك يقل،
واصبح التباين ما بين سعر البيع والشراء داخل كل بنك برضو بيقل. فاحنا بنعدي في مرحله اولى كده، وهيفضل التذبذب ده حاجه بسيط جدا خلال الاسابيع القادمه لحد ما تستقر الاسواق، لان حضرتك عندك مرحلتين ان الاسواق تستقر. المرحله الاولى اللي هي البنوك داخلها العرض والطلب، المرحله الثانيه اللي هي ما يطلق عليه الانتر بانك او التداول ما بين البنوك. وبالتالي ده برضو بيقرب اسعار البنوك لبعض اكتر، لان دي الحركه بتاعه الفائض والعجز اللي عند البنوك يبيعوا ويشتروا من بعض. بمعنى انه اذا ما كانت البنوك قد وصلت للشراء من المواطن او المتعامل في بعض الايام ب 17 او 18 جنيها، حتى وان كان ده يعني كثير على السعر العادل الحقيقي، ولكنه واجب. ده السؤال اللي انا بساله لحضرتك، لتسيير هذه الآلية، يعني هذا هو الواجب ان ابدا بربما سعر مرتفع لجذب الناس زي ما شفنا بهذه الاعداد فتنخفض بقى؟ لا انا عايز حضرتك يعني ننسى سعر ال 13 جنيه، لان سعر ال 13 جنيه كان سعر استرشادي لبدايه الآلية، وبعد كده هذه الآلية متروكه للعرض والطلب. وبالتالي لو اللي بيعرض عايز يبيع بسعر معين واللي بيشتري موافق يشتري، يعني احنا مثلا عندنا بعض العملاء رافضين يشتروا على السعر اللي احنا بنبيع بيه، اللي هو 16 كام؟ اللي هو 16.50 او 16.90. بيقولوا لما السعر ينزل عن سعر معين على حسب العميل، كل عميل حاطط سعر عادل للقيمه، تبقوا تعرضوا علينا، انما في الوقت الحالي ده سعر مش عايزين نشتري عليه. في اخرين بيشتروا على هذا السعر، فالسوق هيظبط نفسه، بس محتاجة خلال الفترة الأولى بعض التذبذبات هتحصل، وده شيء طبيعي جدا، ولكن في النهاية هتستقر بعد ما نلبي كل الطلبات اللي كانت موجودة. والدولار زي ما حضرتك بتقولي مندهش من كمية الدولار اللي موجود، ولكن في دولار وبنك نوت وبيتعدوا في يعني بيحصل تنازلات عن بنك نوت مش ما بين حسابات. فمعنى كده زي ما حضرتك بتقولي دولارات كانت موجودة عند ناس، وده كان خطأ، ده كان بيضر بالاقتصاد. الناس دول كانوا بيشتروا من الدولار ويكتنزوه ويزودوا الطلب عليه، وبالتالي يزودوا سعره في السوق الموازي زيادة سعرية غير مبررة وغير قائمة على أي أسس اقتصادية، ولكن على المضاربات والشائعات. هي دي النقطة المفهومة اللي البعض بيراها ربما الميزة الأكبر، هي فكرة أنه هذا الامتياز أصبح يصب في خانة السوق الرسمي وليس السوق الموازي بكل ما فيه حتى من تهربات ضريبية على سبيل المثال. مظبوط تمام، لأن دلوقتي الشركات لما بتشتري من البنوك عندها إيصال شارية من بنك بسعر موجود، سعر السوق معلن في البنك، وبالتالي الأرباح اللي بتحققها هتبقى هي الأرباح والتكلفة الفعلية تدفع عليها الضرايب. بس إذا كان ده اتفضل. أي لأن يقدر يثبت هذه التكلفة في سجلاته وفي قائمة الأرباح والخسائر بتاعته. دي زاوية يعني أحد زوايا المزايا. من ناحية أخرى أستاذ هشام، وده اللي أنا عايزة برضو نوصله للمشاهد بخبرتك الاقتصادية، البعض بيقول طب ما هو الدولار الآن كسعر أو ك يعني لا يجوز أن نصفه بالسلعة، لكن كتقييم يصل في بعض الأحيان ل18 جنيها. إذا ما الفارق وأنا كمواطن أفهم أن وصول الدولار لهذا السعر اللي كان بيصعقنا في وقت من الأوقات بيترجم في أشياء كثيرة في حياتي اليومية، ما الفارق؟ أولا معظم المنتجين والمستوردين كانوا بيسعروا المنتج بتاعهم على أساس دولار ما بين 18 و20 إنما لكن 22 جنيه. ليه؟ لأن كان في مضاربة مستمرة وكان في زيادة، فكان بيسعر بأعلى من التكلفة الفعلية حتى لو كانت من السوق الموازي. يعني السلع اللي كانت موجودة في السوق والتضخم اللي حصل خلال الفترة السابقة كانت نتيجة تسعير المنتجات وفقا لسعر السوق الموازية، بل وأعلى من سعر السوق الموازية. وبالتالي وجود هذا السعر في البنوك وانخفاضه تدريجيا في خلال أسبوع، إن هو يكون نزل من 18 أو 17.5 إلى 16.5 في الشراء 16.90 النهاردة، وكل المؤشرات الإيجابية اللي أعلنت قد ينتج عنها تحسن أفضل كمان وانعكاس القوى الحقيقية للجنيه المصري خلال الأيام أو الأسابيع القادمة بشكل أكبر، كل دي تعزز إن المنتجات المفروض طبعا المنتجين، وفي مبادرات اتخذت من صناعات كتيرة جدا وغرف صناعية وغرف تجارية إن هم يخفضوا أسعار المنتج
في إطار انخفاض العملة الأجنبية. بما يعني أنه ما تواجد بالأسواق خلال الفترة الماضية هو بالأساس كان بسعر الحد الأقصى أو ربما كان محمل بسعر السوق الموازية بالفعل في هذا السعر، وبالتالي التحريك السعر اللي حصل دلوقتي ليس مبرر لأي شركة أن هي تغيره الجمرك. وبعدين نقطة تانية مهمة جدا، حق الدولة، الجمرك دلوقتي بيتحاسب على سعر الصرف المتداول. كان قبل كده الجمرك يعني المستورد كان يستورد بسعر سوق الموازية ب 17 أو 18 جنيه والجمرك 8 على سعر 8 أو 9 جنيه. طيب حق الدولة فين في البضاعة اللي جت أو الخامات اللي دخلت؟ فدي هتعمل تحرك بسيط، ولكن زي ما بنقول السعر حاليا يعني كل المؤشرات تشير إلى المقاومات الاقتصادية لمصر، وكل الدراسات اللي اتعملت خارجيا تشير إلى السعر العادل للجنيه أفضل بكتير جدا من اللي احنا عليه دلوقتي. طيب هنا هسأل حضرتك، هذه التذبذبات المفهومة والمتوقعة حتى يعني منذ صدور القرار، المدى الزمني في تقديرك الشخصي الذي ستستمر عليه هذه التذبذبات، هل نتحدث عن عدد من الأسابيع أم ربما تمتد لعدد من الأشهر؟ والتقييم الموضوعي لسعر عادل للجنيه المصري في مقابل الدولار بعد أن تستقر السوق هيكون في رينج كام؟ الدراسات يعني احدث دراسات صدرت في اكتوبر يعني الشهر اللي فات بس بتقول ان سعر التعادل يتراوح بين 11 الى 12 جنيه، دي وفقا لدراسات جهات محايده. التذبذبات في الفتره الاولى هتستمر، ممكن تستمر لحد اخر السنه بحد اقصى ان شاء الله، ولكن المهم التذبذبات شكلها ايه؟ يعني اول ما ابتدينا زي ما حضرتك شرحتي ابتدينا ب 13، طيب حصل ب 14 طلعنا ل 18 وده تذبذب كبير، نزلنا دلوقتي 16.90. لو حصل تذبذبات خلال الفتره القادمه حجم التذبذبات هتقل، زي ما قلنا في حاجتين بتفرق، حجم التذبذب هيقل، حجم التباين ما بين سعر البيع والشراء داخل البنوك هيقل، التباين ما بين بنك الاخر برضه هيقل. فخلال الفتره دي تستقر الاسعار باذن الله في نهايه المده. المدة التي تقدر تقريبا عدد أسابيع عدد أشهر؟ عدد أسابيع إن شاء الله، عدد أسابيع يعني ختام. والمواطن برضو عليه مسؤولية، إن احنا الدولار مش سلعة نضارب عليها أو نتاجر فيها، الدولار أي عملة هي عملة وفاء، أسلوب وفاء بالدفع. فاحنا السلع عندنا السلع، بنستورد العربيات، عايزين ننتج عصاير، عايزين ننتج تلفزيونات، احنا السلع هي الحاجات اللي عايزين. هو اصل للاسف يعني التعويل على فكره بطبيعه الحال الانتاج يعني اولويه اساسيه، بس فكره التعويل على الضمائر في هذا التوقيت مع اغراء المكاسب يعني فكره. لا مش ضمائر، مش ضمائر، فهي فكره الرقابه والاجراءات الصحيحه التي تقرا المستقبل والسلوك الذي يتبعه سواء بقى المواطن العادي او حتى المتعامل مع هذه المبالغ هو اللي بيصب في النتيجه زي اللي احنا. لا يعني هو مش ضمائر حضرتك، هي نصيحه للمواطنين عدم المضاربه، لان المضاربه بتنتهي بخسائر. يعني في حالات من خلال فروعنا رصدناها ناس مواطنين اخذوا مكافاه نهايه الخدمه بتاعتهم، بدل ما يستثمروها في اوعيه ادخاريه بالجنيه راحوا اشتروا الدولار لما كان ب 18 و18 وربع السوق الموازي. وفي ناس باعت ممتلكات على اعتبار انها اعتبرت انه دول لحق بيهم خسائر. طيب احنا جربنا قبل كده توظيف الاموال والشركات والافراد اللي بتنصب على ناس، طالما ان احنا بنضارب وراء مكسب غير مدروس او غير معلوم يبقى الخساره محتمله. فاحنا النصيحه نبعد عن مثل هذه المضاربات ونحافظ على مدخراتنا ونزود انتاجنا. سؤالي الاخير وانا بشكر حضرتك يعني على سعه صدرك معانا، لكن مرتبط بهذه الاجراءات المكمله اللي ارتبطت باوعيه ادخاريه بفوائد يعني مرتفعه ما بين 16% و20%، لماذا كان وما زال الاقبال عليها يعني يصب في خانه نجاح ربما لا تتوازى مع ما كان في فتره سابقه كاغراء ايضا لمالك الدولار بمسألة التنازل أو غيرها أيضا بريت لم يكن قليل؟ يعني طبعا حجم مدخرات المصريين بالجنيه المصري ده شيء، ده أمر طبيعي لأن هي دي العملة بتاعتنا. البنك المركزي كان زود سعر الإيداع والخصم اللي هو سعر اللي هو بيحدده البنك المركزي ما بين الاقتراض والإقراض للبنوك، وصل سعر الإقراض فيه إلى 15.25% طب من
1275، فبالتالي طبيعي جدا ان احنا نزود العائد على الاوائل الادخاريه اللي عندنا عشان نحافظ على للمدخرين على مدخراتهم ويبقى مخزن قيمه سليمه للجنيه المصري. فكان طبيعي ان احنا نزود هذا السعر ليواكب المتغيرات اللي في السوق، زائد التضخم اللي كان حصل في الفتره اللي فاتت، اللي ان شاء الله عشان كده الشهاده اللي هي 18 شهر بعائد 20% في حين الثلاث سنين ب 16%. لان مع زياده الانتاج مع استقرار الاسواق الاسعار ترجع تنخفض تاني ان شاء الله. فهو ده اللي حصل، ان احنا لا انا كنت بقارن ما بين يعني هذه الاوعيه الادخاريه وما اتخذ كان من اجراءات في اوعيه اخرى كانت بالتنازل عن الدولار، وكان المقابل ايضا فائده ليست بالقليله، بس لم يكن الاقبال كما هو الان على هذه الشهادات سواء سنه ونص او ثلاث سنوات. لان المضاربات اللي حصلت خلال الفتره اللي فاتت اخذتنا بسعر العمله الى اماكن بعيده جدا عن الواقع. فكان لازم نستوعب هذه الزياده، وعشان كده بقول لحضرتك السلع كانت متسعره في السوق خلال الفتره اللي فاتت على اساس سعر العمله في السوق الموازي واكثر كمان. فده اللي نشا عنده التضخم. فللحفاظ على مدخرات المواطنين والمدخرين في البنوك طلعنا بهذه الشهاده عشان نحافظ على هذه القيمه. يعني أنا هتوقف في النهاية مع هذه الدراسات الموضوعية أو المحايدة كما ذكرتها حضرتك، اللي تحدثت عن سعر عادل يتراوح ما بين 11 و 12 جنيها. نتمنى أن هذه الإجراءات تصل بنا بعد مسألة استقرار السوق ويعني انتهاء هذه المرحلة من التذبذب لما يراوح هذا السعر. يعني لا إن شاء الله أفضل برضه، إن شاء الله أفضل برضه، يعني ممكن يرجع 10 جنيه جدا بإذن الله. هيبقى ننتج ونصدر صحيح، ونقلل العشوائيه الاستيراديه اللي موجوده في مصر، هنبقى افضل من كده بكتير جدا ان شاء الله. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ هشام عكاشه رئيس البنك الاهلي، واتمنى ان يكون الاستاذ عبد اللطيف وهبه الخبير الاقتصادي مازال معنا عبر الهاتف. اشكرك شكرا جزيلا على الانتظار، يعني لكن كان من المهم المتابعه الموازيه. بدايه لو في تعليق لحضرتك على كلام استاذ هشام. انا في تعليق بس، يمكن حضرتك يعني عايزة تعرفي ازاي ممكن الجنيه ينزل، الدولار ينزل في الفترة القادمة، ده مظبوط؟ اتفضل. بس انا عايزة اقول لحضرتك على حاجة، ان حكاية تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف هو لعلاج يعني خلل كبير كان في السياسة المالية والنقدية. عايز أقول لحضرتك مثلا ليه في الفترة الماضية كان الدولار ب 20 جنيه وهكذا. يعني أولا لازم نقول إن العرض كان من جانب المواطنين، هم اللي عندهم المعروض، هم اللي عندهم الدولار، هم اللي مكتنزين الدولار، لكن الطلب كان من جانب الحكومة، من جانب بنوك، من جانب رجال أعمال، من جانب مؤسسات. ولذلك كنت تلاقي الدولار مثلا وصل 19 جنيه 19 جنيه، لكن بعد تحرير سعر الصرف ده البنوك تلاحظي ان لديها الحريه الكامله في التعامل بالنسبه لاسعار سعر الصرف، وبالتالي هيتغير منظومه العرض والطلب، هيصبح بعد كده المعروض كله لدى البنوك نتيجه حركه البيع الزائده، ثم الطلب هيبقى بعد كده محدود ومقنن ومعروف من جانب اذا كان رجال اعمال، من جانب حتى لو كان مواطن مسافر للعلاج او اي شيء، وبالتالي تجدي ان هناك هيحدث نوع من التعادليه في العرض والطلب، ويوصل فعلا الجنيه الى قيمته الحقيقيه. ده من ناحيه، من ناحيه ثانيه في نقطه مهمه انا عايز اقول لحضرتك، ان يعني مثلا الدولار الحكومه او المسؤولين في الدوله مش عايزين الدولار يوصل ل 9 جنيه ولا ل 10 جنيه ولا ل 11، هم عايزينه يبقى فرنش معقول حتى لو كان 13 او 14، لان في فايده من ناحيه لو الصناعه تحسنت، لو زادت صادراتك، لو عادت السياحه، لو زادت عائدات قناه السويس وحركه التجاره العالميه، كل ده هيجيب لك الدولار. يعني وبالتالي ان يكون في سعر معقول ده كويس، انما نقول انه هينزل 9 او 8 او كذا، اعتقد ان ده هيبقى امر صعب، لان احنا محتاجين اصلا الدولار
دولار في الفترة القادمة. وما حدش مبدئيا قال 8 أو 9، احنا كنا نتحدث على فكرة هذه الدراسات اللي تحدث عنها أستاذ هشام المرتبطة بتقييم أو تقدير السعر العادل، وهو قال بيتراوح ما بين 11 و 12، يعني ما بين 11 و 12، وحتى لو وصل 13 يبقى كويس بالنسبة للحكومة جدا يعني. بس مش بالنسبة للمواطن الحقيقة. في حالة مثلا عودة السياحة، في حالة ارتفاع مثلا لو صادراتك من الغاز والبترول اشتغلت، كل ده هيبقى مفيد. طيب انا عايزة برضو مع حضرتك نستعرض البيان اللي صدر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء النهاردة، اللي بيقول ان معدل التضخم ارتفع خلال شهر أكتوبر بنسبة 1.8% مقارنة بشهر سبتمبر اللي سجل 1.3%. معدل التضخم السنوي خلال الشهر الماضي سجل 14% مقارنة بشهر أكتوبر من العام الماضي. معدل التضخم أيضا ارتفع في الفترة من يناير إلى أكتوبر من هذا العام ليبلغ 14% مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي. التقدير كان أنه أسعار الطعام والشراب خلال الشهر الماضي ارتفعت بنسبة 1.92% تقريبا، على أساس سنوي ارتفعت أسعار الطعام والشراب بنحو 14.5% بالمقارنة بشهر أكتوبر من العام الماضي. قراءة مبدئية لهذه النسب، مفهوم أنها مرتبطة بطبيعة الحال، خاصة وإحنا بنتكلم على 6 أشهر الماضية، يعني أوضاع السوق وتحديدا فوضى الدولار، بس إلى أي مدى هي متناسبة حتى مع حالة هذه الفوضى أو غير متناسبة؟ لا، هي إذا قارناها بالوضع الحالي بعد تحرير الجنيه بعد زيادة أسعار المواد البترولية، نستطيع أن نقول أنها غير معبرة على الإطلاق عن الوضع الحالي. بس أنا عايز أقول لحضرتك هي غير معبرة ليه؟ لأن التضخم الذي أعلن اليوم ده عن شهر أكتوبر، شهر أكتوبر اللي هو ما كانش فيه هذه القرارات، وبالتالي التداعيات أو تأثيرات القرارات الخاصة بالإصلاح الاقتصادي اللي هي الجنيه والدولار وزيادة أسعار البترول وخلافه لن تظهر إلا الشهر القادم، لأن كما تعلمين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيعتمد على مؤشرات منتصف الشهر اللي هو يوم ايه، يعني بيعمل الجمع بتاع المعلومات بتاعته 13 14 15. بس هل تعتقد يعني استاذ عبد اللطيف انه حتى صدى هذه الاجراءات، واحنا بنتحدث ربما تحديدا عن الطعام والشراب في هذا القطاع، هم طبعا يعني بيحصوا ما يرتبط بكل القطاعات، انه خلال الاحصاء القادم الشهر القادم سنجد صدى هذه القرارات في طبعاً نسبه طبعاً التضخم؟ ده طبعا، لان انا بقول لحضرتك التضخم الذي اعلن اليوم هو عن شهر ماضي مفهوم. لم تصدر فيه هذه القرارات رغم ان هناك كان في خلال هذا الشهر اللي هو شهر اكتوبر كان يعني ايه مخاض كثير وحديث طويل عن هل الحكومه هترفع سعر المواد البتروليه، هل هتحرك الجنيه، هل كذا، دي كانت مرتبطه بهذه الفتره. لكن انا عايز اقول لحضرتك بس على حاجه، ان الانسب في اعلان التضخم خصوصا التضخم اللي هو بنقول عليه الاربن انفليشنز اللي هو في المدن او الحضر، يعني ده هو الرقم الحقيقي الذي يصدره البنك المركزي عن التضخم. على فكره ليه بقى؟ لانه بيبقى واقعي جدا. ثانيا في نفس الوقت المؤسسات الدولية زي صندوق النقد وزي مؤسسات التقييم وزي البنك الدولي لا تعتمد على المؤشرات التضخم اللي هي العامة اللي هي نقول في ريف مصر كذا وفي الحضر كذا، لا، هو بياخد حاجة اسمها كور انفليشنز. الكور انفليشنز ده في القلب او المركز ده اللي بيطلعه البنك المركزي، وبتعتمد في حال صدوره من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على الأربن انفليشنز فقط، الحضر في مقابل الريف، مفهوم اللي هو في الحضر. أنا بشكر، لا تعتمد ببقية المؤشرات.
أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات، الأستاذ عبد اللطيف وهبة الخبير الاقتصادي. حاولنا أن يكون هذا الجزء مخصص لما يشبه تقييم لتقريبا 10 أيام من هذه الإجراءات وتأثيرها على السوق، ويعني محاولة لاستشراف ما الذي تحمله الأسابيع القليلة القادمة من حيث الاستمرار في التقييم ومن حيث يعني النظر للخطوات القادمة إذا ما كانت مرجوة. في ذات الإطار وكنا بنتحدث عن فكرة الإجراءات وفكرة حماية المستهلك أيضا، وتم الحديث كثيرا خلال الفترة الماضية عن جهاز حماية المستهلك، الدور الذي يستطيع أن يقوم به إضافة لما يحتاج من تعزيزات تشريعية لهذا الدور الرقابي في زوايا مختلفة. جهاز حماية المستهلك قام بعقد أول اجتماع للجنة العليا للرقابة على الأسواق، وذلك بمشاركة رئيس هيئة الرقابة على الصادرات ورئيس مباحث التموين ورئيس قطاع التجارة الداخلية. رئيس الجهاز اللواء عاطف يعقوب قال إن الجهاز يسعى خلال الفترة المقبلة للتواصل مع المواطنين وتلقي الشكاوى الخاصة بالاستغلال والجشع من قبل التجار ورفع الأسعار، كما شدد رئيس جهاز حماية المستهلك على وجود تلاعب في الأسعار وفي وزن السلع من قبل بعض التجار، وأكد على أن الهدف الرئيسي للجهاز هو حماية المواطن من استغلال التجار. نستمع لبعض التصريحات الخاصة برئيس جهاز حماية المستهلك ثم نواصل. احنا عندنا حاجات مهمة جدا، التذبذبات اللي حصلت للدولار في الفترة الأخيرة أدت على الارتفاعات للأسعار، هناك الارتفاعات المبررة وهناك الارتفاعات الغير مبررة، وعشان كده ان احنا النهاردة واحنا بنرحب بمصلحة الضرائب، لان احنا بنقول ان فيه هناك زي ما عملنا قبل كده، احنا كان جالنا قبل كده شكاوى في مجال السيارات، في مجال السيارات كان بيجي بيقول له بيدفع الوصولات اللي هو ابو 150 وصل ل 200 و210 و220، لما جه في الاخر وقال له اديني فاتوره ضرائبيه اداله فاتوره ضرائبيه ب 150 وحجب عن الدوله اللي هم المبلغ اللي اخده عن الفرق ما بين الوصولات اللي هو تم سدادها. فاحنا من اهم الاجراءات اللي خدناها ان احنا اتصلنا وبعتنا لمصلحه الضرائب عشان تفتح ملفه وتشوف الراجل ده باع كام عربيه واخطر بقد ايه وادى حق الدوله ولا لا. طالما ان في هناك جهه رقابيه ان هي تقدر تحاسب واحد على الارتفاعات الغير مبرره، انا اعتقد ان ده برضو ردا على دايما يقول لك اصل العربيات مش مسعره، اصل في ان احنا ما انا ممكن اطلعها زي ما انا. القانون الجديد باذن الله لما هيصدر هيحل لنا مشاكل كتيره جدا، لان من الحاجات اللي احنا حطينا في القانون الجديد ان السعر يحدد سلفا في حاله الحجز، لان اللي بيحصل عملا ان هو يقول له ايه والسعر عند التسليم، دي بتدي طبعا ثغره ان كل واحد بيجي في الاخر بيفرض السعر اللي هو اللي عايز يفرضه في ضوء يعني معطيات العرض والطلب، واذا كان ان هو شايف ان الطلب زايد وان السعر بيرتفع يقول لك ان انا لا انا اخسر ليه البيعه دي، فبيضطر ان هو المستهلك ان هو بيقبل ما يعرض عليه مع ندره اللي هو المعروض من السلعه اللي هي ارتفعت الثمن. عشان كده وده هي فلسفه اللي هي اللي احنا اللجنه العليا للرقابه على الاسواق، ان ممكن ان انا يكون بدايه المعلومه من عندي انما نهايتها في الفحص عند جهه رقابيه اخرى، دي تقدر ان هي توصلنا ل يعني اعتقد فحص افضل ونتيجه افضل في ضبط السوق. كنا نتحدث عن مسألة الإنتاج والتصدير كرافد إضافي وموازي لمسألة ضبط الأسواق والوصول لسعر عادل للجنيه المصري في مقابل الدولار. في هذا الشأن سيكون لنا حديث عن وزارة الصناعة، لكن نتحول مباشرة للجامعة العربية الآن وهذا المؤتمر لاختيار المبعوث الخاص للأمين العام إلى ليبيا، نتابع ثم نواصل. 3 بنود. البند الأول هو اختيار الأمين العام
للسفير صلاح الدين الجمالي كمبعوث خاص للأمين العام في ليبيا، وقد رحب مجلس الجامعة على مستوى المندوبين بالإجماع بهذا الاختيار لهذه الشخصية، شخصية تونسية، دبلوماسي تونسي له خبرة متراكمة وخبرة طويلة جدا في العمل الدبلوماسي، كان وزير دولة للشؤون الخارجية وكان سفيرا لتونس في العديد من العواصم على امتداد تجربة تواصلت أكثر من 37 أو 38 سنة، بما في ذلك كان سفيرا لتونس في القاهرة ومندوبا دائما لها لدى الجامعة العربية، وسفير في الرياض ومندوب دائم لتونس لدى منظمة التعاون الإسلامي، وفي دمشق وفي الأردن وفي باريس، وآخر تعيين له أو مسؤولية كان سفير لتونس في ليبيا. ويندرج اختيار معالي الأمين العام لمبعوث خاص للجامعة العربية في ليبيا في إطار قرار الدورة 146 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري في الدورة 146 لتدعيم دور الجامعة في ليبيا ودور الجامعة في كل الملفات وفي كل القضايا التي تهم المنطقة العربية والدول العربية، وفي إطار دعم مجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، وكذلك تنفيذا ومتابعة لقرارات اجتماعات التشاورية للوزراء في نيويورك، واجتماعات الأخيرة لآلية دول الجوار على مستوى وزراء الخارجية آخرها في نعم، وأخيرا في النيجر نعم. وتم التأكيد على أن مهمة الأمين العام ممثل الأمين العام ستكون لدعم حضور الجامعة العربية وفي للمساهمة في إيجاد وتركيز الحل السياسي في ليبيا، ليتواصل مع كل الأطراف وينسق مع كافة المبعوثين في مقدمتهم مبعوث الأممي ومع الاتحاد الأفريقي وكل المبعوثين إسهاما في الجامعة العربية لدورها في إيجاد حل لهذه الأزمة في ليبيا، التي نتطلع ونأمل أن يتوفق الأشقاء في ليبيا إلى إحلال الأمن والاستقرار الذي هو تدعيما للأمن والاستقرار في الدول العربية وعلى الصعيد الإقليمي والدولي. البند الثاني الذي تطرق إليه مجلس الجامعة على مستوى المندوبين هو الإعداد، استكمال الإعداد للقمة الرابعة العربية الأفريقية على مستوى القمة التي ستعقد في ملبو في غينيا الاستوائية من 17 إلى 23 نوفمبر 2016 الحالي. وحقيقة أنتم على علم أن هذه هي القمة الرابعة، وقد انطلقت الاجتماعات التحضيرية بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، وتم إنشاء لجنة شراكة للتنسيق بين الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي، وعقدت عديد الاجتماعات، وكذلك عقد الجانب العربي عديد الاجتماعات على مستوى المندوبين الدائمين، وكذلك على مستوى المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وكانت التوجيهات واضحة من القمة العربية الأخيرة في نواقشط ومجلس الجامعة الأخير في الدورة 146، وكذلك الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب في نيويورك على هامش الدورة الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة. إذن قدم معالي الأمين العام ونائب معالي نائب الأمين العام وكبار المسؤولين في الأمانة العامة اليوم عروض للمندوبين الدائمين، تم استعراض فيهم آخر
التحضيرات والإعدادات، وتم استعراض خلال هذا الاجتماع كافة مشاريع القرارات والإعلانات على ملبو على حول فلسطين، العديد من المشاريع القرارات والإعلانات، وكذلك جدول أعمال القمة وكافة الفعاليات والمنتديات الاقتصادية والاجتماع التحضيرية على مستوى وزراء المالية والاقتصاد، على مستوى مجلس الاقتصادي والاجتماع، على مستوى وزراء الخارجية، والمنتديات والفعاليات لهذه القمة العربية الأفريقية الرابعة التي تؤكد حرص الجانب العربي وكذلك أشقانا في القارة الأفريقية وعلى مستوى الاتحاد الأفريقي على تفعيل التنسيق على المستويات السياسية في كل القضايا ذات الاهتمام المشترك، وكذلك على المستوى الشراكة الاقتصادية، إذن هو وحرص الجانبين على تدعيم الشراكة والعلاقات المتميزة في كافة المناحي. البند الثالث في جدول أعمال مجلس الجامعة اليوم على مستوى المندوبين الدائمين كان عرض تقدم به معالي الأمين العام للمجلس على زيارته الأخيرة التي أداها يوم 9 نوفمبر إلى دولة فلسطين وإلى أريحة، ولقائه بالزعيم الفلسطيني الرئيس أبو مازن. وقد أحاط معالي الأمين العام المجلس علما بفحوى محادثاته مع الرئيس أبو مازن، وكذلك كانت مناسبة للاطلاع على مستجدات وآخر التطورات في القضية الفلسطينية، وذلك يندلج في إطار الحرص على دور الجامعة العربية والدول العربية بالنسبة لدعم ومساندة المطلقة للقضية الأمة القضية الفلسطينية. وكذلك أكد الأمين العام أن هذه الزيارة حرص على أدائها ضمن أولوياته وضمن الزيارات الأولى التي أداها منذ اضطلاعه بمهامه على رأس الأمانة العامة. هذا مجمل البنود التي كانت محل توافق حقيقة وشكلت أهم البنود التي تم تداول فيها مسجد الجامعة. وبعد إذنكم أحيل الكلمة لمعالي نائب الأمين العام الذي يتفضل بمزيد من الإيضاحات في هذا الشأن. شكرا سيد الرئيس. أظن أنت أوفيت ثلاث موضوعات حقها. الآن إذا كان هناك أسئلة حول ثلاث موضوعات، وأحدد حول الموضوعات ثلاثة أسئلة في هذا ما ممكن نجاوب عليها، غير ذلك لسواريد. لا طبعا لا نقول فشل، لا، هو وصل إلى مرحلة معينة وقال أنا وصلت إلى هذه المرحلة، الآن يتعذر علي المواصلة، مواصلة المهمة. وكما جرى في الأمم المتحدة حول سوريا، نحن في المبعوث الثالث، الأمم المتحدة ثالث مبعوثين، اليمن المبعوث الثاني. فخلينا الأمينة العام رأى في هذه المرحلة بالذات، وهو دائما يؤكد على ضرورة استعادة الملفات العربية إلى الجامعة العربية والقيام بالدور المحوري والأساسي في القضايا العربية. من هذا المنطلق وبناء على قرار مجلس الوزاري اللي كان رحب بهذه المبادرة للأمين العام، الآن وافق المجلس على تعيين سعادة السفير صلاح الدين، وهو شخصية معروفة لكم عندما يأتي، وسيكون هناك تكليف، رسالة تكليف من الأمين العام إلى ممثله أو ممثله الخاص إلى ليبيا في كل ما يتعلق بكيفية التحرك الأطراف الليبية، التنسيق على مستوى دول الجوار، على مستوى المبعوثين الإقليميين والدوليين. ونتمنى له إن شاء الله النجاح في هذه المهمة،
وأعتقد هذا بداية في إعادة دور الجامعة إلى التعامل مع الأزمات العربية ومعالجتها. سألتي إيه سؤال؟ تفضلتي. مش مش يتحول. هذه مهمة. ما هو أولا بعد موافقة المجلس على شخصه وعلى وترحيبه والقرار رح يوزع عليكم، رح الأمين العام يكلفه رسالة رسمية بهذه المهمة ويتحدث معه، وهناك هو رح يطرح جدول زمني لنشاطه يبدأ طبعا بليبيا، يعني ما هو موضوع ليبيا هو الأساس يعني قبل أي شيء، هذا منتظر. لا خلينا هذا منحة ثانية، احنا نتكلم على موضوع معين فيها. اسئلتك ايه؟ لا ده انت لا عايزين اسئله. هل هل سيتم بعد فحص ثلاث عوده للمسوده الرابعه؟ لا هل سيتم اشراف مرؤوس الامين العام سيد جبالي في حوار مالطا؟ وهل ستتبنى الجماعه العربيه الحوار ليتم في مقر الجماعه العربيه ام لا؟ انا قلت هناك قرارات صادرة عن القمة العربية على مستوى وزاري الخارجية على مستوى السادة المندوبين، وقرارات على مستوى المجالس الوزارية العربية المتخصصة وخاصة بنواحي الإنسانية. هذه مرجعيات المبعوث راح يبدأ مهمته بعد ما يقابل الأمين العام ويأخذ رسالة التكليف ويعمل جدول زمني لعمله، وبدون شك أي نشاط متعلق بليبيا سواء كان إقليمي أو دولي راح يكون حاضر. هذا واحد. اثنين، هو هذا المبعوث لا يعمل بعيدا عن الأنشطة اللي تقام سواء على مستوى إقليمي أو دولي، بل بالعكس راح يكون إضافة وتعاون كبير ما بين مبعوث الممثل الأمين العام للجامعة مع كما تفضل الأخ الرئيس مع المبعوثين الإقليميين للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وكل. إذن مشاهدينا الكرام نكتفي بهذا القدر من هذا المؤتمر الصحفي من الجامعة العربية والذي تم الإعلان فيه عن اختيار الدبلوماسية التونسية السفير صلاح الدين الجمالي كمبعوث خاص للأمين العام للجامعة العربية إلى ليبيا. ساعتنا الثانية كما ذكرنا من أحداث النهار نفتح فيها ملف ما بعد إعلان دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، التحديات التي تواجهه داخليا وخارجيا، قلق داخلي ربما ظهر في هذه المظاهرات في عدد من المدن والولايات سواء في نيويورك أو شيكاغو أو سياتل أو بوسطن أو حتى في كاليفورنيا، وقلق أوروبي من ملفات عديدة ربما من بينها الملف الإيراني، العلاقة مع روسيا وملفات أخرى نفتحها ولكن بعد هذه الوقفة الإخبارية التي نتحول فيها إلى مها لمزيد من الأخبار. إليك مها.
ملك ياريم والمشاهدين الكرام، يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة الشيخ محمد بن زايد ولي